ونطمئن انه يحيى جهز الان شيء كبير وصلى الله لنا وله ان شاء الله التوفيق والمجد. هذا من باب حبك له ولا؟ والله من باب محبه يا شيخ. ويحتاج يقول لك واني واياه كعين واختيها واني واياه ككف ومعصم. الله اكبر. كيف؟ هو بقول لك شيء يعني انا يعني نكشفه للجميع. هات. انا بالنسبه لي ولله الفضل والمنه يعني وفقت فيكم بصراحة. يعني أنت مجتهد الله يبيض وجهك وحريص يعني. ويوسف كذلك وكان خالد حريص الله يذكره بالخير. فمطمئن أنا مرتاح مجرد ما تعطوني آراءكم أجد أنه فيه كمال حقيقة في طرحكم وهذا وهذا شيء يوسع الخط. لكن اليوم يحيى لا كلمني ولا رد علي ولا أعطاني شيء. ما أدري وش قصة يحيى اليوم إلى الآن. أدري وش اخر ما دقيت عليه تو مسكر جواله. نحطه عنوان اجل هات كبير يحيى غياب يحيى. هل هو مات ام يحيى؟ غريبه والله. لا لا تواصلت مع قبل الهواء كلمك يعني؟ اي تواصلت مع واتساب بشكل صوتي. زين قال لي ترى انا جاي في الطريق الان. قلت الله يحييك. زين زين الحمد لله. اليوم وش بيصير طرحنا؟ ما هو ابيك تعيده علي وش الشيء اللي المكلف معنا ان شاء الله ان عناوين اخباريه تقريبا محرره اما بصياغه المقدم نفسه او بصياغه جميل مجله الامها يعني تقرا العناوين وتاخذ واحد تفصله يعني حسب الحدث قوته واثره. ترى دائما الخبر والاهميه الكبرى فيه في ايحاءات جسديه ممتاز مهمه جدا. هذه الايحاءات يعني لما إنسان مثلاً يقول خبر محزن وهو يبتسم خطأ. هذا خطأ كأنه فرح بخبره إيه يعني بالخبر. هو أعطى إيحاء أنه فرحان. أنا يمكن هو بطبيعته مبتسم لكن لا في شيء لازم في المقدم يغير من خلاله. فلما ننطلق بخبر محزن نعطي يعني الرسمية الحقيقية له وتكون الإيحاءات واضح أنه شيء حزين. يعني لما يكون شيء مفرح وعلى فكرة هذه على فكرة تستغل يعني حتى في الحرب الإعلامية تشتغل هالقضايا هذه. يعني مثلا أنا يعني أذكر أنه كان فيه يعني إحدى القنوات كان المذيع فيها يتكلم عن أحداث فيها حقيقة يعني ضرب وحرب وعفسة وكذا وأنهى الخبر بابتسامة وكأنه يقول أنا راضي والكل راضي. فيا المقابل الضحكة ذي ممكن تزعل وكذا. فالإيحاءات مهمة جدا. إيحاءات اليد رفع الصوت في خبرك يعني في نقاط يعني تكون مهمة. هو رفع الصوت عبد مزعج لا بس رفع اللي يشد خفض الصوت متى أسكت متى أتكلم متى. هذه الأخبار ترى مهمة فيها بالحيل بالحيل. ليه؟ شوف الآن سكوتي هذا اللي قبل شوي أنا متأكد أنه في حتى من المشاهدين وش بيقول. أحسنت. عرفت. فهي مهمة السكتات متختارها هذه متختارها إلى حتى أجذب المتلقي بشكل كامل. يعني ما يصير فيها أنا ما تعبت معكم والله بقول صراحة. والله أنت معلم ايه. أستاذ الله يبيض وجيهكم يعني الله يجزاكم خير ويسعدكم. أنت لا أنت ولا يحيى ولا خالد الله يذكره بالخير كان حريص وكان يعني معنا. لكن أنا نقول اليوم إن شاء الله بتنطلقون انطلاقة مميزة شكل جديد لون جديد إن شاء الله بإذن الله نوفق بإذن الله تعالى الله مشيئته ومعكم بكم. هم يقولون نرتقي وتقديمنا يزدان. أيوه بيحيى وبسليمان. الله أنا قايل لك انتظر ملحمتي بعد برنامج. والله ذا الملحمة اللي عايز تجي ترى ما عدني يعني ملحمة لنا الآن فترة طويلة ولا لا شفنا ملحمة ولا شفنا. متى تأتي شيخ إذا شعرية الرجل بدأت تثار؟ أنا أتوقع الشعراء ثلاثة أو أقول لك الناس سبحان الله ثلاثة من هم في ردة. أيوة على فمه بمعنى مثلكم ما شاء الله تبارك الله وشرواكم أبو عبد المحسن ينطلق في رده مباشرة يعني رده على بفمه وبعضهم رده عند كمه إذا فارق المجلس.